يوم من الايام عندك فرصه عمل في قناه النادي او فرصه عمل في قناه عامه عاديه، اني تختار بعد تجربتك؟ لو بعد تجربتي لو اتعرض عليا ملايين الدنيا وقناه النادي الاهلي بدون مقابله اروح قناه النادي الاهلي. بص يا سيف، هقول لك على حاجه ما اتكلمتش فيها كتير. في وانت ماشي في الطريق في حياتك بيبقى في انتصار شخصي لنفسك مش لحد. لما انا رجعت النادي الاهلي عن طريق قناته بعد ما مشيت واعتزلت وكل ده حسيت ان انا داخل من الباب الكبير، انا داخل اخاطب جمهور الاهلي في كل مكان، كل مكان في العالم. قناه النادي الاهلي قناه كبيره، قناه محترمه بشهاده الملايين، فيها مصداقيه، فيها حقوق ناديك، عايز تعرف اخبار ناديك، عندك حاجات كتير جدا تتكلم فيها. رجوعي كان انتصار ليا انا. دخلت من وجهه نظري من الباب الكبير قوي. فبذلت مجهود كبير في الاول، طبعا اول سنه وانت بتبتدي مش زي ما تقعد 7-8 سنين. اكتسبت خبرات كتير جدا، في مواقف لو حصلت لي تاني مش هعملها. زي بص، يعني تحت اي ظرف ما تخسرش زمايل ليك علشان خاطر احيانا بتبقى عايز حقوق الجماهير وحقوق الزمايل. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي او زملكاوي. يعني اصل في الاول وفي الاخر دي كره قدم، احنا ما بنتعاملش معاها وانت بتقعد. بص خلي بالك، انت بتتعلم من المشهد وانت بره اكتر، وانا متابع جيد لكل البرامج. يعني احيانا مثلا في مذيعين مثلا انا ما عنديش وقت، انا ما بشوفش حد. اللي بيقول لك كده تلاقيه ما بيسيبش الراديو، والله العظيم صدق. دايما اسمعك كنت شغال طول الجمعة. ايوه، بيجي يقول لك انا ما بشوفش حد، مش حاجه اسمها لازم اشوف عشان اشوف سيف يناقش الموضوع ده ازاي. واشوف كابتن احمد شوبير، واشوف الكابتن مدحت شلبي، واشوف كريم حسن شحاته، واشوف ابراهيم فايق، واشوف ابراهيم عبد الجبار، اشوف الناس كلها واخد ممكن لو انا ذكي اجمع افضل حاجه هنا وهنا واطلع اناقش الموضوع بشكل مختلف.